السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي ساعة اقتصاد. ترقية الاستثمار المنتج والرفع من مستوى الشراكة الاستراتيجية في قطاعات استثمارية واعدة هدف يترجمه معرض الجزائر الدولي في طبعته 53، والذي أشرف على افتتاحه اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. المعرض عرف مشاركة نحو 700 مؤسسة وطنية وأجنبية، حيث ستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف هذه الطبعة. فأمام إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية واضحة، المعالم ترتكز على الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز التجارة الخارجية. تشهد الجزائر اليوم إصلاحات اقتصادية عميقة لتحقيق هذه الأهداف المسطرة والمرجوة. فأي تحفيزات ومزايا توفرها الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب؟ كيف يمكن تعزيز التقارب الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية والأجنبية؟ وما هي فرص الاستثمار التي يتيحها المعرض من ناحية تعزيز التكامل مع المؤسسات الأجنبية ورفع معدلات الإنتاج؟ كيف يمكن تجاوز الطابع التجاري بين الجزائر وشركائها؟ هي أسئلة من أخرى نطرحها للنقاش خلال هذا العدد من ساعة اقتصاد. بداية أسعد بالترحيب بكل من السيد أحمد سواهلية وهو خبير اقتصادي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا أخي حمزة. كما أرحب بالأستاذ العربي غويني وهو أستاذ في الاقتصاد. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك أخي. شكرا جزيلا. كما أرحب بالسيد سامي قلي وهو مدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة. أهلا بك سيدي. الله يسلمك، شكرا. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. إذن مشاهدينا، بداية أدعوكم لمشاهدة هذه الصور حول افتتاح رئيس الجمهورية أو إشرافه على افتتاح هذه الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي. هذا واستمع رئيس الجمهورية إلى شروحات حول المعرض وعدد المشاركين. إذن أستاذ أحمد سواهلية، إذن رمزية كبيرة لهذا المعرض، السيد رئيس الجمهورية هو الذي أشرف على افتتاح هذه الفعاليات الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا استضافة أخي حمزة، تحية لك وللأساتذة ولكل المشاهدين. هي ليست رمزية فقط بل أهمية بالغة للاعتماد على ما نملكه من مقومات وتحفيز إنتاجنا الوطني وتحفيز مقدراتنا وتحفيز أيضا طاقاتنا البشرية، من أجل على الأقل أن نوفر غذائنا بأيدينا، وذلك من خلال الاعتماد على ما نمتلكه من مقومات باطنية ومقومات على الأرض أو مقومات بشرية، وتلك التكنولوجيات التي يمكن إدماجها في خلال هذا الإنتاج. إذن إذا أردنا إنتاج وطني قوي يلبي حاجيات السوق الداخلية ثم يلج إلى السوق الخارجية، وخاصة أننا نسعى إلى اكتساح سوق إفريقية واعدة، سوق محفزة، فلا بد لنا من أن نفتح آفاق الاستثمار، لا بد لنا من أن نرعى رعاية كاملة من الإرادة السياسية القوية. نعم، هذه لا يتأتى إلا من خلال الإرادة أولا السياسية المشهودة، والتي يجب أن نستثمر فيها لكي نشهد هذا الإرادة محل تطبيق على أرض الواقع. هذا لا يتأتى إلا من خلال تلك الإجراءات التي ذكرتها في مقدمتك، ولعل أبرزها هو قانون الاستثمار وتلك الأنظمة التحفيزية أو تلك المرافقة والحمائية والتمويل والعقار الصناعي وكل ما يمكن أن يدعم الاستثمار
الاستثمار معناه إنتاج، الإنتاج معناه خلق ثروة، خلق ثروة معناه مناصب شغل، معناه ناتج داخلي خام، معناه استثمار لقدراتنا الطبيعية والبشرية. شكرا أستاذ سواهلية. إذن أدعوكم لمتابعة هذه الصور، صور افتتاح هذه الطبعة 53 التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي كان في استقباله كل من الوزير الأول أيمن عبد الرحمن وكذا وزير التجارة كمال رزيق. سيد غويني، يعني مع هذه الصور، يعني اليوم إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح هذا الصالون، يعني هي رسالة واضحة على أن سنة 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز، وأن الدولة هنا حاضرة من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني. والله الحق تجسد هذا من خلال هذا المعرض، ومن خلال تدشين المعرض شخصيا من طرف السيد رئيس الجمهورية. كذلك أن لا يخفى عليك أن من خلال اجتماعات السيد رئيس الجمهورية وتنقلاته وزيارته أنه يرعى بنفسه هذه الملفات، وخاصة ملف الاستثمار وملف الشراكة، فهي ملفات أرقت الاقتصاد الجزائري وأرقت الجزائر في السابق، وبالتالي هذه الملفات رعاها بنفسه. شفنا إصلاحات عميقة يعني. بطبيعة الحال ويراقب ويتابع يوميا هذا الملف، هذا ملف الاستثمار، لأنه يعلم جيدا أن إقامة شراكة حقيقية، شراكة حقيقية أو كما سمي لهذا المعرض استراتيجية الشراكة، له أجل شراكة استراتيجية له أكثر من دلالة. نحن نقرأ، ولابد أن نقرأ بين الأسطر، لأننا في السابق لم نكن نملك استراتيجية واضحة. كان السوق الجزائري كما ذكرنا سوقا مستهلكا، كنا نعتمد كثيرا على الاستيراد. الآن الإرادة الحقيقية اللي سميتها بالإرادة السياسية، إرادة حقيقية تبناها السيد رئيس الجمهورية في خطاباته، في اجتماعاته، في قراراته، بطبيعة الحال مشروع قانون الاستثمار الجديد، تدارك على الأقل البيروقراطية أيضا. وأقول لك أنه يتابع شخصيا هذا الملف، هذا يتابع شخصيا. حتى شوف الأخ الفاضل، أنه بوصولنا إلى قانون الاستثمار بعد جلسات ماراثونية، ولحد معناها لكي نصل إلى هذا قانون الاستثمار الذي يأخذ في حق أو يعطي ضمانات للمستثمر الأجنبي. لهذا أقول لك أن المعرض الدولي في الجزائر 2022 في هذا الظرف بالذات له أكثر من دلالة اقتصادية، له أكثر من مناسبة، أنه تزامن مع توجه الدولة أو توجه القيادة في البلاد إلى دعم الاستثمارات الحقيقية وبناء شراكة استراتيجية حقيقية عادلة، ما يضمن للاقتصاد الجزائري تحقيق مآرب اقتصادية بحتة. شكرا أستاذ. يعني سيد قل لي، يعني بداية، من بين آليات التعريف بالمنتوج الوطني هي المعارض. اليوم ما يميز هذه الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي عن باقي الطبعات، خاصة وأنها تعود بعد سنتين من تعليق هذه الطبعة بسبب كما نعلم الجميع جائحة كوفيد-19؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نظن أن الأساتذة طرقوا إلى النقاط الهامة من خلال تنظيم هذا المعرض. أولا عنده عدة أبعاد، وما نساوش كذلك الرمزية المهمة جدا، لأنه يصادف الذكرى 60 لاحتفال بالاستقلال. الاستقلال من خلال هذا المعرض كذلك، وكان تطرق لها الأستاذ، الاستقلال الغذائي، الأمن الغذائي، إضافة إلى أمور أخرى، استقطاب الاستثمار إلى آخره، من القضايا المهمة اللي يشرف عليها السيد رئيس الجمهورية. وكان أستاذي يتكلم على قانون الاستثمار اللي أشرف عليه شخصيا، واللي هو إن شاء الله سيمر في الأيام القليلة القادمة راح نشوفه هذا القانون، وإن شاء الله نجني وثماره من خلال هذا المعرض كذلك. اللي الغياب يعني طال نوعا ما، لأنه فيه نوع من الديناميكية الاقتصادية والتجارية كذلك. اليوم شفنا النتيجة الأولى خلال تنظيم هذا المعرض، وهو الإقبال الكبير. أولا المؤسسات 717
فعلا أجنبية ووطنية. الحضور الأجنبي المكثف يعني كاين رقم قياسي تم تحطيمه اليوم عندنا 20 دولة فعلا. ممثلة بأكثر من 180 عارض يعني شركة أو هيئة إلى آخره. والبعد الآخر وهو التاريخي لأنه اليوم فيه وزارة المجاهدين اللي تنشط حضر. في جناح بمناسبة الذكرى 60 والضيف الشرفي كذلك راح يكون عنده حضور حتى تاريخي لأنه فيه ندوات وخاصة الندوة التاريخية كينيدي والثورة الجزائرية. ضيف شرفي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. إذن أدعوكم مشاهدينا الكريم لمتابعة هذا التقرير حول معرض الجزائر الدولي الذي أعدته لنا الزميلة وسيلة بوشارب. هي آخر تحضيرات ساعات قبيل انطلاق الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي. سجلنا في هذه الطبعة مشاركة تقريبا أكثر من 600 مؤسسة وطنية وأجنبية، من بينها 530 عارض وطني على مساحة إجمالية تقدر ب 24850 متر مربع. 20 دولة تشارك في هذه الطبعة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. ضيف شرف هذه الطبعة هي الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 40 مؤسسة من قطاعات مهمة. لا نقدر نقول أنه كاين مؤسسات تنشط في الزراعة، في الزراعة، في الصيد، في الطاقة، في التكنولوجيا. معرض الجزائر الدولي يعود بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا حاملاً معه الجديد. نسجل مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في معرض الجزائر الدولي. نسجل مشاركة وزارة المجاهدين لأول مرة في معرض الجزائر الدولي، بما أنه هذا العام المعرض يتزامن والاحتفال بستينية عيد الاستقلال. ايضا التقليد الاخر راح يكون ان شاء الله انطلاقا من هذا العام هو حضور ولايه في كل مره في من المرات القادمه ستكون ضيف شرف للمعرض. هذا العام راح تكون ولايه طمنراس. هذه التظاهره الاقتصاديه تستقطب اهتمام الصناعيين الناشطين في حوالي 8 قطاعات. الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي تأتي هذه السنة في مناخ تميزه رزمة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، ولعل أبرزها مشروع قانون جديد للاستثمار. إذن يعني دكتور سوهلية، اليوم يعني كيف يمكن تعزيز التقارب الاقتصادي والاستراتيجي بين المؤسسات الوطنية وكذا المؤسسات الأجنبية، خاصة وأن هذه المعارض معمولة لمثل هذه الأمور، يعني إقامة تكامل بين المؤسسات الوطنية وكذا المؤسسات الأجنبية من أجل شراكات حقيقية منتجة مربحة للطرفين؟ نعم، هو تكلمت قبل قليل عن الإرادة القوية. ولما تكون يعني الخطط واضحة والمعدة مسبقا وفق منهج معين، قال نريد تنويع اقتصادنا، نريد الذهاب إلى أمن الغذائي، خاصة أمن الغذائي، وهذا يمكن ما نص عليه قانون الاستثمار المشروع من خلال يعني. أنظمة معينة للتحفيز. قال لا، ننظم أو نحفز قطاعات، ثم نحفز مناطق، ثم نحفز استثمارات خاصة هيكلية يعني تخلق خالقة للثروة حقيقة. لما تكون الرؤية واضحة بهذا الشكل، خاصة في قانون الاستثمار أو في قوانين أخرى يمكن في المستقبل أيضا نشهدها، أو من خلال يعني المراسيم الأخرى المكملة لهذه الأنظمة. لما تكون الرؤية واضحة بهذا الشكل، نخلق مناخ، نخلق جو مساعد للاستثمار، جذاب للاستثمار. من خلال هذا الجو يمكن أن تتكامل أولا المؤسسات الاقتصادية فيما بينها، لأنه إحنا نعرف أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل لوحدها، لابد أن يكون لديك نسيج مؤسساتي متكامل. الآن واحد يقوم بالإنتاج، آخر يقوم بالتغليف، التعليب، النقل، الحماية، وهكذا. هي سلسلة. نعم، سلسلة متكاملة. نسيج اقتصادي مؤسساتي متكامل. ولكن أحيانا لوحده لا يكفي، لابد من الاستعانة أيضا بالمؤسسات الأجنبية، ما يعرف بالاستثمار الأجنبي. أولا ما يملكه من رؤوس أمواله خاصة بالعملة الصعبة، وما قد يملكه من تكنولوجيا
قد احيانا قد كنا نكون انا نملك التكنولوجيا، لكن كاين تكنولوجيات يعني متقدمه. نعم متقدمه. وبالتالي في الاخير ما هو استراتيجيه الدوله؟ ما هي في الاخير اي دوله كانت استراتيجيه هو من يخلق الثروه فهو مرحب به، سواء كانت مؤسسه اجنبيه او مؤسسه محليه وطنيه يعني عموميه او خاصه عموميه او خاصه ما يهمش، ولكن ان نخلق شراكات فيما بيناتهم والاستعانه في بينهم وتبادل الخبرات بينهم هو ذلك ما يمكن ان يخلق حيويه اكثر من الاعتماد لكل مؤسسه على نفسها. لان اليوم في ظل تسارع التكنولوجيات وفي ظل التواصل وفي ظل التكامل المؤسساتي بينهم وفي ظل الاندماج الاقتصادي لدول وليست حتى لمؤسسات، لا يمكن لأي مؤسسة لوحدها أن تنأى بنفسها قال لا أنا نعمل وحدي، مستحيل لأي مؤسسة تعمل وحدها. الآن هذا المناخ المساعد بين المؤسسات والتكامل وخاصة مؤسسات الشباب، يمكن مؤسسات الناشئة، مؤسسات الاختراع الابتكار اللي يمكن تساعد على الربط بين المؤسسات الاقتصادية. فنشهد مؤسسات للإنتاج في الفلاحة، في الصناعة، في المناجم، الخدمات أيضا، وبالمقابل نشهد أيضا خدمات مرافقة، سواء كان خدمات معلوماتية للمعلومة للهندسة لغيرها من في الأخير ما يهمنا ما هو هو أن تكون نسيج مؤسساتي متكامل. أولا في الأخير أنه يخلق لك مناصب شغل كثيرة أي مؤسسة إلا وتخلق لك مناصب شغل، ولكن أيضا يخلق لك أريحية للمؤسسات الاقتصادية عموما. إذن في الأخير الهدف يبقى أسمى من أن نجعل هناك شراكات متعددة ما يعرف بلي بيترو لي بيبي يعني شراكة عمومية خاصة نعم بارتناريا بيبليك بريفي، معناها أن هناك النسيج اقتصادي متكامل، ما يهمش عام خاص أجنبي محلي، من يخلق الثروة حقيقة فهو مرحب به، خاصة في ظل الحماية اللي موجودة لدى السلطات اليوم. السلطات تبحث عن أسواق مش داخلية فقط، عن أسواق خارجية للمنتوج، لأن هذا منتوج جزائري في الأخير. هاي السلطات تبحث لك عن أسواق، يعني دور المعارض اليوم هي لترويج المنتوج الوطني، وهي ترويج حقيقي لقدرات المنتوج الجزائري، ولكن أيضا وجب على المنتوج الجزائري أن يبحث عن التنافسية، أن يبحث عن القوة في الطرح والجودة. لما تكلموا عن التنافسية تكلموا على الجودة وعلى السعر اللي يمكن أن يخلق له ثروة له وللعموم البلاد. شكرا دكتور. يعني دكتور غويني، يعني ما هي فرصة الاستثمار التي يتيحها اليوم هذا المعرض، خاصة بالتعريب القدرات الوطنية من ناحية الإنتاج، من ناحية تنوع الإنتاج، وكذا أيضا بين التكامل، بين تعزيز التكامل بين المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة كما تحدث دكتور منطقة. المعرض 53 هذا جاء في ظرف كنا نحتاج إلى إبراز إمكانات الدولة وإلى إبراز فرص الاستثمار في الجزائر، وكذلك إلى حاجة الاقتصاد الجزائري إلى إقامة شراكة عادلة نحقق فيها فوائد للاقتصاد الجزائري. وبالتالي لما وصلنا ودرنا مشروع هذا قانون الاستثمار، لما حسننا مناخ الاستثمار، لما حسننا مناخ الأعمال، أعطينا فرص، بينا ووضحنا فرص حتى من خلال جولات السيد رئيس الجمهورية إلى تركيا، إلى قطر، إلى إيطاليا، إلى غيرها من الدول، إلى الكويت، بين أن الجزائر تبحث عن تنوع في العلاقات الاقتصادية الدولية. فمن يأتي يريد أن يأتي إلى الجزائر لابد أن يستثمر وأن يقيم استثمارات مادية حقيقية. بطبيعة الحال إذا وفرنا إحنا الأرضية، وفرنا الامتيازات، حسننا مناخ، حتى هذا الكلام ليس كلام فقط، وإنما هو نابع من ترتيب الجزائر مؤخرا في الدول في الترتيب الجذب الاستثمارات وفي المؤشرات الاستثمارية. الجزائر تحسنت تحسنا كبيرا في المؤشرات الاستثمار، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. نحن خرجنا، شوف المشكلة الأخ الفاضل، لابد أن نضع هذا الموضوع في واقعه. إحنا شهدت أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد، بعد ذلك سلسلة الفساد إلى غير ذلك. الاقتصاد الجزائري، شوف رغم الهزات العنيفة، نقول لك أن الاقتصاد الجزائري تعرض لثلاث هزات عنيفة كادت، لكن وجود قيادة أدركت خطورة الواقع الاقتصادي،
واجتهدت اجتهادا كبيرا، وضحت الاستراتيجية، وضحت ماذا تريد. يريد أو أرادت القيادة السياسية في البلاد على رأسها السيد رئيس الجمهورية الوصول إلى اقتصاد متنوع. فأدركوا أن الوصول إلى اقتصاد متنوع لابد أن يشارك فيه القطاع الخاص، ولا ننسى أن القطاع الخاص في الاقتصاديات العالمية هو الأساس، يعني الأساس في الهند، في الكثير، في ماليزيا، في تايلاند. أدركت كذلك أنه ضروري أن يرافق القطاع الخاص، أن يرافقه القطاع العام، وبالتالي أعطى السيد رئيس الجمهورية للقطاع العام، القطاع الاقتصادي العام، فرصة للنهوض والدخول في المنافسة، بالإضافة إلى فتح المجال للاستثمارات الأجنبية. هذا الفتح المجال للاستثمارات الأجنبية سوف يؤدي إلى واش؟ يؤدي إلى إضفاء التنافسية. واحدة، اثنين، نحن عانينا كثيرا من الاحتكار. الاقتصاد الجزائري عانى كثيرا من الاحتكار. لما تفتح أنت الفرص عن طريق الاستثمارات الأجنبية، تكافؤ الفرص، يعني تكافؤ الفرص، وهذا ما تضمنه المشروع القانوني. يعني شوف، يقول لك لا فرق بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. ضمانات للمستثمرين الأجانب. نحينا قاعدة 51-49 إلا في القطاعات الاستراتيجية بطبيعة الحال. لا، ذلك قطاعة استراتيجية لما نتكلموش أصلا، ليست للنقاش ولا ولكنها معدودة، حتى القطاعات الاستراتيجية معدودة جدا. وبالتالي الآن ماذا ننتظر من هذا المعرض؟ ننتظر الوصول، الخروج من هذا المعرض باتفاقيات حقيقية، إقامة اتفاق شراكة حقيقية. وين؟ في الميدان أو في الميادين التي نحتاجها. نحتاج إلى تطوير الصناعات، بعض الصناعات الغذائية، نحتاج إلى تطوير القطاع السياحي. والآن تشوف لما في المداخلة نتاعك ذكرت قطاع الخدمات المتواجد في ضيف إلى ذلك المقررة التي قال الصحفية التي تحدث كذلك عن وجود مؤسس مختصة في الفلاحة، وبالتالي كذلك القطاع الفلاحي ينتظر كذلك القطاعات. يعني الآن وش ننتظر من الآن؟ ننتظر أن يخرج هذا المعرض الدولي بإقامة شراكة حقيقية تخدم في النهاية، تخدم الاقتصاد الجزائري للوصول إلى التنوع. بعد أن نصل إلى التنوع نفكر في ما يسمى الآن كما الأخ زميل ترقية الصادرات. شوف الملاحظ في التسميات الجديدة، تسمية الوكالة الوطنية اللي كان بدعم وتطوير أصبحت الوكالة لترقية كذلك لترقية الصادرات. علاه؟ لأننا الآن في الآن بدأت توجه اليوم توجه الدولة. وين توجه الدولة؟ كذلك إلى العمق الإفريقي، إلى العمق الإفريقي. عن طريق واش؟ عن طريق ترقية. عليه ترقية الصادرات؟ عليه لماذا؟ سؤال مطروح، لماذا؟ بديل المحروقات يعني ليه مشي قال بديل المحروقات؟ لأن ماكش وحدك في السوق. يعني أنت ليس أنت راه عندك منافسة كبيرة، ما هيش ماكش وحدك. وبالتالي عندما ترقى أو تحدث ترقية للصادراتك من خلال واش؟ من خلال الجودة ومن خلال السعر التنافسي. وهذا في حقيقة الأمر أنا وجدت في المؤسسات الجزائرية تصدر للولايات المتحدة الأمريكية وتصدر للكثير من الدول. علاه تصدر في أوروبا؟ علاه؟ لأنها حققت الجودة فعلا. وهذا دور، يعني دور وزارة التجارة اليوم بإقامة معارض سواء في داخل الوطن أو خارج الوطن. سيد قبي، اليوم الدور تاعكم اليوم، نعرف أن هناك مؤسسات وطنية كثيرة، لكن نحن بحاجة إلى تكامل بين المؤسسات ودور المعارض. اليوم هناك منتجات تصنع في الجزائر لكن استوردوها، يعني المؤسسات مش متواصلة. دوركم انتم بإقامة المعرض اليوم كيفاش؟ شوف، احنا هذا المعرض راح نستغلوه كفرصة لإبراز القدرات الوطنية بأنواعها وأشكالها. تكلمنا على الأمن الغذائي، تكلمنا على الصناعات التحويلية. اليوم كي شفنا عند افتتاح المعرض وراح يكتشف المواطن في هذه الأيام 383 مؤسسة خاصة مقابلتها 147 مؤسسة من القطاع العمومي. تكلم الأستاذ، احنا الهدف الأول وهو بناء شراكة بين القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام على المستوى الوطني. النوعية كذلك حاضرة، لأنه اليوم فيه كذلك جناح الطبعة السادسة من جزائر إكسبور المختص في التصدير، وهو في الطبعة السادسة تاعو، ورافقنا في هذا الطبعة 53 من المعرض الدولي. وهذا كذلك
رفع التحدي باش نبينوا من قدراتنا، والرسالة المهمة اللي راح نقدموها من خلال هذا المعرض وهو البديل تاع لامبور امبور. اليوم عندنا شركات وعندنا منتوجات جزائرية لازم ترقى إلى المواصفات العالمية، وهذا تحدي راحين يشوفوا ويقيموا نفوسهم مقارنة بشركات كبرى، لأنه ماشي أي شركة جات تشارك، يعني نهضر على الشركات الأجنبية الحاضرة اليوم في هذا المعرض. نعم، في ميدان الطاقة، في ميدان الفلاحة، في ميدان البيئة، في ميدان الميكانيك، سياحة، إضافة إلى الصناعة العسكرية الجزائرية. وعندنا 19 مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني واللي رفعت التحدي خاصة من ناحية الجودة فعلا، واللي اليوم هي حاضرة، وهذاك هو يعني نوع من صمام الأمان اللي يبين باللي كاين تنوع في الاقتصاد الوطني. هذه يعني مفروغ منها ولا يختلف فيها اثنان. الأمر اللي كذلك راح نكرسوه من خلال هذا المعرض وهو نبين كل ما قامت به السلطات العليا للبلاد والسلطات العمومية من تحولات، سواء كان في الترسانة القانونية وتكلمنا على قانون الاستثمار، كاين كذلك مراجعة وتحيين القوانين الأخرى، المنافسة مثلا تكلمنا على الاحتكار، النسخة اللي راهي على مستوى الأمن العام للحكومة تحارب وتقضي على كل أشكال الاحتكار، فيه كذلك ممارسة النشاطات التجارية، وهذا جاء نتيجة لكل الأعمال اللي قمنا بها في الورشات تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وهي أخلقت العمل التجاري. كي نقول العمل التجاري يعني بمفهومه الاقتصادي. وعندنا من خلال هذه الطبعة كذلك حضور كل المؤسسات اللي تقدم خدمة سواء كانت عمومية أو خاصة. فعلا. شكرا سيد قبي. سيد الدكتور سوهلية، يعني سيد قبي تحدث على مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في هذا الصالون ب 19 مؤسسة متنوعة، يعني اليوم دور وزارة الدفاع الوطني أو المؤسسات الصناعية لوزارة الدفاع الوطني في دفع الاقتصاد أو النسيج الاقتصادي، خاصة وأننا نعرف هذه 19 مؤسسة متنوعة بين صناعات ميكانيكية، صناعة النسيج، صناعة البواخر، يعني صناعات جد متنوعة ومتطورة كما تحدث السيد قبي أنها حتى الخدمات الجودة وحتى في قطاع الخدمات. نعم، هو إدماج مؤسسات الدفاع الوطني للإسهام في القدرات أو النسيج، قدرات الإنتاج الوطني، مهمة جدا، خاصة أن هذه المؤسسة تمتاز بالانضباط، تمتاز بالجودة، تمتاز بالدقة العالية في الإنتاج، خاصة وأن ما يحكمها يعني انضباط، يعني مؤسسة انضباطية لا يمكن أن يكون هناك أي خلل في إنتاجها. ولعل الإنتاج في المجال الصناعي، يعني مؤخرا يعني كان هناك معرض لصناعات صناعه السيارات على ما اعتقد، وكان شاحنات ايضا حاضرين، نعم، وتدعم بها كل مؤسسات، يعني سواء ليست مؤسسات العسكريه فقط، حتى المؤسسات العموميه الخاصه يشريوا، نعم، حتى المؤسسه ارتقت وتلبي جزء من احتياجات السوق، يعني نعم ارتقت انها توفر حتى للسوق المحليه وليست فقط لاحتياجاتها الخاصه كمؤسسه. وبالتالي فالفكره يمكن انها انطلقت من احتياجها، مؤسسة عسكرية بحاجة إلى يعني تجهيز، بحاجة إلى لباس، بحاجة إلى يعني مجموعة من الاحتياجات. يمكن في البداية كانت الفكرة أنها توفر ما تحتاجه بيدها، ثم انتقلت إلى توفير هذا المنتوج إلى، وبالتالي في الأخير معناه أنه دائما نرجع لك، من يخلق الثروة فهو مرحب به، ما دام أن هذه المؤسسة وأفرادها يمتلكون تلك التكنولوجيات والخبرات، وخاصة أن هناك مدارس في المؤسسة يمكن أنها يعني أيضا تستعين بالخبرات وبالتكنولوجيات العالية للإنتاج، لأن هناك إشكال يوم أنا نتكلم عن التنافسية أو الإشكال في التنافسية، وخاصة في الجودة، في شقها اللي هو جودة المنتوج، لأن المستهلك في الأخير أيضا ما يهموش فقط السعر، تهمه جودة المنتوج. الآن نريد توسيع قدراتنا الإنتاجية بكل ما نملك وتنويعها أيضا. نعم، لعل حتى المؤسسة العسكرية حتى في مجال يعني الأمن المائي كان هناك دراسات وأبحاث من أجل توفير هذه الخدمة المهمة أو رعايتها أو دراستها. وبالتالي فاليوم يعني هذا الاستثمار العمومي العسكري بهذا الشكل يخلق فارق حقيقي في إنتاج دقيق،
في إنتاج تنافسية عالية وبأسعار مناسبة وتدعيم الاقتصاد الوطني. نعم، وخاصة أنه يزيح كثير من العقبات، ما فيهش بيروقراطية وفيه تمويل مريح وما فيهش يعني إشكالية عقار صناعي، معناه أننا يمكن أننا نوسع هذا المجال اللي هو الصناعات العسكرية أو الإنتاج العسكري الذي يساهم في الإنتاج الوطني. 19 مؤسسة راح تعطينا يعني درس في هي نموذج ناجح في فيما يسمى بالشراكة والمناولة، لا سوتريتونس لو بارتناريا. هذا الشيء اللي نحتاجوه واللي يحتاجوه 383 مؤسسة خاصة وال147، لأنه تقدر تكون تكاملية بيناتهم من خلال النموذج هذا اللي تقدمه 19 مؤسسة تابعة متنوعة أيضا يعني فيك متنوعة وهي تتكامل حتى مع بعض الشركات تاع القطاع الخاص. سيد غوين، يعني مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في هذا المعرض، معرض الجزائر الدولي، أهمية تاعه؟ والله شوف، لما تشوف تتبع مسار تطوير الصناعة العسكرية في الجزائر تجدها مبنية على استراتيجية واضحة. القيادة العسكرية في البلاد أدركت أنه لا بد، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات، أدركت أنه لا بد من مساهمة القطاع العسكري الصناعي في تطوير الاقتصاد الجزائري. هذا في الحقيقة الأمر ليس مرتبط بالاقتصاد الجزائري، بل حتى في الاقتصاديات بعض الدول اعتمدت على مساهمة الصناعة العسكرية في الناتج الإجمالي. نشوف مثلا جنوب إفريقيا، العديد من دول الهند، العديد من الدول، المؤسسات العسكرية تصدر منتجاتها إلى الخارج وتساهم في الناتج المصري يعني تساهم حتى في الدخل الوطني. والآن احنا لما نشوف بادرة هذه المبادرة في مشاركة المؤسسات الصناعية، لو كان نرجع فقط أموالور، كانت هناك مطالبة بضرورة إقامة شراكة حقيقية بين القطاع العسكري الصناعي والإنتاجي وبين القطاع العام، وحتى ولما لا إقامة شراكة حقيقية بين القطاع العسكري والقطاع الخاص. لما لا؟ لأن نحتاج إلى هذه التجربة، نحتاج إلى ما وصلت إليه الصناعات. لو كان الكل كان الآن مثلا قارنوا بلغة الأرقام وبلغة رقم الأعمال وبلغة المردودية وبلغة بالإحصائيات، نجد أن فعلا أن الوزارة الدفاع الوطني من خلال هذه المؤسسات خفضت عبئا كبيرا على خزينة الدولة. كنا نستورد، مش معنى كي نقول كنا نستورد، معنى كان هناك عجز في الميزان التجاري تاعنا، كان عجزا في الميزان المدفوعات، تلبية احتياجات السوق أيضا. ومن بعد إحنا لما وشنا راح خفضت من اعتمادات الله، خفضت من موازنة الدولة. لما مش نستوردو راهنا نخدمو أنا، ومن بعد وش دار؟ خلق لك حتى مناصب شغل، خلق لك ثروة، خلق لك من خلال المناولة، زيد أنه استورد لك تكنولوجيا. لما تشوف أنت مثلا وصلوا باش تقول لك أنت الآن حتى القطاع الصناعة العسكرية حققت الجودة، حققت الجودة. يمكن للمؤسسات العسكرية، المؤسسات الصناعية العسكرية أن تقوم بتصدير منتجاتها بكل أريحية. زيد لو كان نشوفه بركة فقط حتى في القطاع الخدماتي، احنا نتكلمنا احنا لاننا نشوف احنا المنتوجات الألبسة ونشوفوا العتاد يعني سيارات شاحنات والشاحنات الغذائية. روح القطاع الخدمات، من أحسن الفنادق مثلا، من غسل الفنادق فعلا. الفنادق مثلا تشوف مثلا تاع بني مسوس إلى غير ذلك، حتى في قضية لاكال دا كواليتي تاع الخدمة تقدم لك خدمة، ما هوش تكون مساهمة أيضا في الناتج المحلي الخام للدولة أيضا. وبالتالي معناه ما ذلك، وجدت قيادة في البلاد أن للمؤسسة أن ممكن للمؤسسات إمكانية أن المؤسسات هذه الاقتصادية، نقول اقتصادية باش تبقى المصطلح صحيح، اقتصادي سواء صناعية أو خدماتية، أو يمكن أن لا بد أن ترافق المؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات القطاع العام في بناء اقتصاد قوي. اقتصادنا القوي كيفاش يقوم؟ كم يكون هناك تلاحم ومواكبة، وكذلك حتى شوف بعض الدول الاقتصادية، الدول هناك تنافس
بين المؤسسات الصناعية العسكرية وبين المؤسسات الاقتصادية الأخرى. هذا التنافس، هذا الجو من التنافس، وش وين يوصل؟ يقضي على الاحتكار فعلا، يكرس التنافسية، يكرس كذلك الجودة، تنوع المنتوج أيضا، أسعار تنافسية. وبالتالي معنى ما نوصل معناها في السابق، شوف السابق وين كنا احنا نتكلم، الآن الحمد لله المؤسسة العسكرية تنتج، لا تستهلك فقط فعلا. تنتج، تدافع عاد، تدافع عن لا. شوف المهمة نتاعها في المؤسسة دفاع عن الوطن، الآن أصبحت كذلك مهمة اقتصادية، وأخذ حتى في تصريحات القيادة العسكرية تتحدث عن البعد الاقتصادي فعلا. شكرا سيد. سيد قبي، يعني اليوم هل نحن بحاجة إلى خارطة وطنية للمؤسسات الوطنية؟ هل وزارة التجارة من تسعى إلى قامة خارطة وطنية لكل المؤسسات اليوم، خاصة وتكون رقمية باش نعرفوا كل المنتجات التي تصنع اليوم في الجزائر، وهذا مهم جدا. احنا في بداية الأمر كنا قمنا بإعداد وإنجاز خارطة مرقمنة أولا لكل المواد الأساسية الاستهلاكية. اليوم توسعت هذه الخارطة المرقمنة إلى كل الصناعات، خاصة كل المنتوجات اللي ترقى وتصبح عندها قابلية للتصدير. الأمر كذلك اللي اليوم رانا نشاهدوه في الساحة، وهو الأرضية المرجعية اللي راه يتبعها وزارة التجارة والسلطات العمومية باش يكون توازن من ناحية الاستيراد ومن ناحية الإنتاج المحلي، حفاظا على المنتوج الوطني، وكذلك باش تكون يعني توازن يعني على مستوى السوق. نعود نرجع لك فقط للطبعة هذه 53 من هذا المعرض الدولي، وهي راح تسمح لنا باش نأكدوا الأرقام اللي حققناها في سنة 2021 خاصة من ناحية التصدير، ونحاولوا باش نرفع كذلك 7 مليار دولار. نعم، مهم جدا، ولما لا أكثر إن شاء الله. يعني النتائج راهي تبشر في الخير. جميل. في السداسي الأول إن شاء الله راح نفوتوا هذاك الرقم اللي سجلناه في سنة 2021، خاصة من خلال عرض قدراتنا اليوم الإنتاجية. والمعارض اليوم، هل هناك معارض أخرى؟ برنامج المعارض إلى جانب المعرض الجانب، نعم، مشي غير وطني، كاين جهوي، كاين محلي كذلك، أهم شيء يعني، نعم، جهوي مهم جدا، لازم يكون عمل جواري. كاين مؤسسات صغيرة يعني ما عندهاش إمكانيات باش تتنقل، ولا راحين احنا نتنقلوا ونقوموا بتنظيم معارض على المستوى المحلي، خاصة وأنه اليوم رانا في ورشة كبيرة وهي إعادة تأهيل غرف التجارة والصناعة 58، لأنه كاين 10 جدد كذلك، باش نعطيوها هذا الدور تحت لواء التجارة الجزائرية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. شكرا سيدكم. دكتور سوهلية، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف هذه الطبعة، اليوم من الملاحظ أن الجزائر تبحث على شراكات متنوعة، تكنولوجيا جديدة، يعني خلق شراكات مع كل يعني دول العالم اليوم، مهم جدا. نعم بالفعل، اليوم تعدد الشراكات لا يرهن مصير البلد فعلا. ولا يجب أن نعود إلى الوراء، والحكيم من اتعظ بغيره كما قيل. فاليوم مصير الجزائر لا يجب أن يكون يعني بيد شريك واحد، ليس نكرانا له أو يعني تحديا له، ولكن في إطار الشراكة المربحة. نعم، مصلحة البلد تقتضي أننا نعقد شراكات مع أطراف متعددة، ونشوف أي طرف واش يفيدنا، هل يفيدنا بالتكنولوجيا، هل يفيدنا باستثمارات أجنبية مباشرة، هل يفيدنا حتى المواد الأولية. نعم أني جاي، تحديات ورهانات الإنتاج الوطني فعلا. عندنا تحديات ورهانات للإنتاج الوطني، مش يروح جيبنا دراسات بملايير الدولارات لشركة ما كنا في السابق نجيبوا فيها بملايير الدولارات، هذا غير مقبول وغير منطقي. لكن عندي تحدي المادة الأولية، أو تحدي مثلا تكنولوجيا، أو تحدي رؤوس أموال، ونجلب استثمار أجنبي من أي دولة كانت في إطار حفاظ على سيادة الوطن واستثمار قدرات البلد، هذا لا عيب فيه. فاليوم عندنا شراكات صينية، إيطالية، قطرية، ألمانية، أمريكية، وهكذا. تعدد الشراكات يفيد البلد، يفيد حتى القطاعات الإنتاجية. قال أنا الولايات المتحدة الأمريكية قوية في الزراعة، ندير شراكة معها في الزراعة بمقاربة اقتصادية بحتة، تكون توجيه النشاطات الاقتصادية. نعم نعم، نحن بحاجة إلى توجيه هذا هو القصد، هذا هو القصد. فعلا. قال الجانب الإيطالي
جانب السياحة، مؤسسة غير متوسطة، هكذا العتاد. نعم العتاد. أما أني نروح نعقد شراكات والله ما على بالي نجاعتها الاقتصادية وما تكونش مقاربة اقتصادية، تكون مقاربة إرضائية وشراء للسلم فقط، لا هذا غير مقبول وهذا فعلا. عهد ولا فأعتقد فعلا. أن اليوم مع الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد أن هذا الأمر لن يعود، لكن وجب أن تكون فقط هناك المقاربة الاقتصادية فعلا. ما يلزمش ننزعج دراسات الجودة يعني نعم الجدوى. هذا الذي أردت أن أصل إليه، ما يلزمش ننزعج حتى وإن كانت مرارة للمقاربة الاقتصادية نصبر عليها معليش. اليوم الأستاذ تكلم على مثلا على قوة صادرات في الجزائر خارج قطاع المحروقات، مهم أن نقويها، الوصول إلى 7 مليار دولار، مهم أن نصل إلى أرقام كبيرة فعلا. ولا يجب أن نغتر فقط بالأرقام اللي عندنا، لأننا كان نقارن نفوسنا بالدول أخرى على قدرات حتى بقدراتنا ما نقارنش نفوسنا بالدول، نقارن روحنا فقط بقدراتنا. لو كان نشوف قدراتنا الفلاحية وقدراتنا الصناعية ويعني مساحتنا الشاسعة وامتلاكنا لأهم عائق اللي هو الطاقة فعلا، نمتلك الطاقة وننتجها صافية فعلا. حتى فنقولوا علاش الطاقة سواء الطاقة الأحفورية أو الطاقات المتجددة نعم. نقولوا علاش عندنا فقط 5 ولا 10 مليار دولار، علاش ما نوصلوش؟ ولكن كما يقولوا يعني التدرج ثاني مليح، سنادرنا على ما أعتقد أن هذه الاستراتيجية على مفهومي وليس على حساب مفهوم السيد المدير، حددنا يمكن 5 العام القادم، 7 ولا 8 وهكذا بتدرج لنصل في حدود 5 سنوات إلى 20 مليار دولار كصادرات خارج قطاع المحروقات، لنرفع الغبن عن قطاع المحروقات اللي راه يخلق في ثروة حقيقية. ولكن هذا توجيه هذه الطاقة للصناعات المحلية نعم نعم، من خلال أن يكون هناك يعني قدرات إنتاجية أخرى. وبالتالي فاليوم باش نخلق ثروة وجب أن نخلق توازن بين استيرادنا، ولا يجب أن ننزعج من الاستيراد. ثاني أيضا نقطة مهمة، لأن استيراد المادة الأولية مهم للرفع من قدراتنا الإنتاجية، إن أزعجنا الاستيراد فلا بد أن نقوي صادرات لنخلق توازن في قطاعاتنا الإنتاجية. تعقيب سي قبي. لا، النتيجة تاع 5 مليار دولار لازم كذلك ما ننساوش أن تم تحقيقها رغم بعض العوائق والحواجز، وما ننساوش كذلك أنه اليوم كاين من عند السلطات العليا للبلاد نية في إعادة النظر في عدة أنظمة، منها مثلا النظام البنكي والمصرفي، النظام المالي اليوم ما عندناش تمثيليات في الخارج للبنوك الجزائرية، لازم تكون باش يكون استقطاب هذيك مجلس الوزراء درس هذه الخطوة نعم على ذلك اللي قلت أنا إحنا متفائلين نعم باش يكون الرقم يعني يرتفع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سيد غوينين، يعني مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وتنويع الشراكات اليوم. شوف الحقيقة الأمر أنا عندي زاوية رؤية أخرى لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قبولها المشاركة في معرض الجزائر الدولي لدلالة في هذا الظرف الخاص، وفي هذا الظرف الخاص لدلالة قوية على أنها تبحث على شراكة حقيقية للجزائر، شراكة اقتصادية حقيقية. أنا لا أتناولها من باب التكنولوجيا ومن باب أتناول أن موافقة الولايات المتحدة، لأن هناك فرق على بالك لما يجي العارض إليك وأنك تروح ليك، فهو الآن كي جات الولايات المتحدة الأمريكية ولما سوف ليثبت صحة قولي وصحة حديثي، شوف 19 شركة أمريكية في مجالات مختلفة ليس في مجال الطاقة. في السابق الولايات المتحدة كانت تبحث عن استثمار في مجال الطاقة، الآن لا تبحث في مجالات متنوعة، هذه واحدة. اثنين، وجود الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أحست أن هناك تنافس كبير، الآن الجزائر نوعت من علاقاتها الاقتصادية أوروبا آسيا الدول العربية خليج العربي والعمق الإفريقي وبالتالي معناها ما معنى ذلك؟ معناها أنها قدرت وأحسنت تقدير أن السوق الجزائرية والاقتصاد الجزائري واعد فعلا. وبالتالي نشوف لما نشوف أنت الجزائر الآن موقع الاستراتيجي الاستراتيجي والموقع الجغرافي، ضيف إلى ذلك إلى مكانة الجزائر في إفريقيا، وكذلك ما ننساوش بأن الجزائر تنعم باستقرار أمني
كبير. استقرار الأمني الكبير هذا يا أخي هو من أحسن المؤشرات الدالة والجاذبة للاستثمارات. الآن المستثمر ماذا يبحث في أول حاجة؟ يبحث عن استقرار أمني متوفر، استقرار سياسي. كل المؤسسات تم بناؤها بطريقة ديمقراطية. زيد الآن كل الفرص متاحة للاستثمار في الجزائر. زيد أن الدولة الجزائرية في موقعها الآن ورهما، والجزائر الآن موقع عندها في على مستوى الدول، عندنا ليبيا تونس كلها تشهد قلائل إفريقيا كذلك، وبالتالي معناها القوة الاقتصادية، قوة الاقتصادية والواقع الحالي للدولة الجزائرية والالتزامات لعهودها والعقود. الجزائر مهم جدا. فكرتني في نقطة مهمة جدا. بكرة نتابع في الأحداث من 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 أحداث روسيا وأوكرانيا وتمويل أوروبا. شوف كل التقارير، أيبكم المؤسسات الدولية هذه كي تحب تبني لك صورة سوداوية تبني لك صورة سوداوية. الآن تقارير إيجابية اليوم على الجزائر، تقارير جد إيجابية عن وفاء، عن درجة الوفاء التي التزام الدولة الجزائرية وقيادة الدولة الجزائرية بما تعهدت به رغم الظروف. الآن هذا وش هذا ما يعطيك؟ يعطيك أن الجزائر ارتقت في مؤشرات الخاصة بالاستثمار، وبالتالي لا دلالة على أننا في طريق صحيح، في طريق الذي نبحث عنه لتنويع الاقتصاد الجزائري. شوف الآن مثلا، شوف أكبر مثلا زبون للأكبر متعامل اقتصادي مع الجزائر كان تبك في السابق، وشكون اللي كانت في رأسها تحت المرتبة الأولى اليوم؟ إيطاليا. لاشين إيطاليا، تركيا. الآن الولايات تنويع اليوم تنويع، وبالتالي معنى لا لأن شوف الأخ الفاضل لما تتكلم على الاقتصاد الأمريكي كأكبر قوة اقتصادية وجات هنا للجزائر للبحث عن فرص الاستثمار، فعلم جيدا أن صحتك بجيد، صحة الاقتصادية بجيدة. وهذا ما يبعث على الارتياح. باقي الآن وش بقى الآن؟ أننا كما قال المدير الفاضل بعض الأشياء لابد أن يتم تسريع فيها المعالجة. مثال، أعطيك مثال بسيط، القطاع المالي لابد أن عصرانته يعني يواكب هذه التطورات الاقتصادية. لما انتهت المرافقة، وش كل يرافق لك أنت؟ عندنا مثلا القطاع الخاص أو القطاع العام، نحب نصدر الأفريك، وش كل يرافق لك؟ إقامة مؤسسات يعني لازم مختصة في التصدير اليوم بطبيعة الحال. الآن بقى أننا حتى قلت لك أنا الملاحظ فقط، في السابق وعشنا مع الآن على بالك يمكن المتابعة اليومية، المراقبة اليومية. قال الملف رئيس الجمهورية يكلم سل الوزير قال واش راك درت في الملف تاع فتح البنوك في إفريقيا وراه واصل فعلا. وبالتالي معنى ماذا شفنا يتجسد في مجلس الوزراء يعني. بالطبع كل عندنا كل أسبوع تقريبا مجلس وزراء في كل تساؤلات لا بد أن المسؤولين القطاعات يجيبوا على هذه ما تعهدوا. بالتالي معنى هذه في السابق ما كانتش كاينة، كان إصدار القوانين كل خطر، ولكن في التنفيذ يصعب. الآن الشاهد في هذا أننا نسير في الطريق الصحيح لبناء اقتصاد. شكرا دكتور. سيد قبي، اليوم في هذا المعرض، معرض الجزائر الدولي، اختيار تمراس كتكون شاركة اليوم، هذا للمرة الأولى يعني في المعرض الدولي. نعم، فيه جناح خصص للولايات، والولاية الأولى اللي كان لها الشرف يعني باش تحضر وهي تمراس. من خلال هذا الحضور راح نبينوا كذلك قدراتنا منطقة حدودية بالجنوب. نبدأ بالأمر اللي يعني هم خاوتنا في تمراس وهي القدرات السياحية. فعلا هنا هذه ولاية يعني اللي نقدروا من خلالها نستقطب سواح لأنه عندها مؤهلات وعندها قدرات كبيرة وكبيرة جدا، إضافة إلى كل ما يتعلق بالثقافة اللي تميز بها هذه المنطقة وكل مناطق الوطن. احنا كذلك ما تنساش في وزارة التجارة كنا الشرف يعني باش نشرفوا على ملف وهو مناطق التبادل الحر يعني لزون فرنش كذلك.
من خلال هذه الطبعة راح تكون لقاءات وندوات باش نقدمه، وهذه هي النية اللي بينتها السلطات العمومية، لأنه الأجنبي يتبع حتى في القرارات الداخلية اللي تتخذها. كل الأمور اللي قامت بها السلطات العمومية تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية وتحت إشراف السيد وسيط الجمهورية مثلا لمعالجة كل الملفات اللي كانت عالقة من جانب الاستثمار الداخلي، إزالة العلاقين البيروقراطية. نعم، ذاك عربون قدماته السلطات العمومية الجزائرية لكل المتعاملين الاقتصاديين يعني الوطنيين الجزائريين، ولكن الأجنبيين شافوا كل هذه القرارات. اليوم الحضور في المعرض الدولي هو نتيجة لكل المجهودات التي بذلت رغم السنتين الصعبتين اللي مرينا بها. فعلا اليوم تمرست يعني ثاني عندكم معارض تقام في ولاية تمرس، معرض الأسيهار، معرض هناك عديد المعارض، العديد من المعارض، وما ننساوش كذلك فيه تجارة المقايضة اللي بتعليمات السيد رئيس الجمهورية كان تحيين في القرار الوزاري المشترك اللي أطر هذا النشاط، وكذلك فيه استحداث الولايات الجديدة مثل عين قزام وبرج باجي مختار كذلك، وين هنا كذلك كاين مجهودات راهي تبذل باش تكون ديناميكية تجارية واقتصادية على مستوى هذه الولايات، وكاين استثمارات كبيرة وكبيرة جدا قاموا بها الخواص، كاين على مستوى مثلا تمرست كاين مذبح كبير، كاين كل ما يتعلق باستغلال المناجم إلى آخره، وهذه كذلك إن شاء الله من خلال هذا المعرض راح يطلعوا عليها والترويج لكل ما تكتنزه ولاية تمرست، كل ما تكتنزه ولاية تمرست. شكرا سيد قلي. دكتور سوهلي، اليوم اختيار ولاية تمرست، نعرف أن ولاية تمرست هي ولاية حدودية، مجالس الوزراء المختلفة طرقت إلى المناطق الحرة المعابر الحدودية، اليوم ولاية تمرست هي منفذ لإفريقيا اليوم بالفعل، والاختيار تاعها ما كانش هكذا يعني اختيار اعتباطي. نعم، لم يكن اعتباطيا، ولعلها من 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 ابرز الولايات اللي تزخر بتعددية القطاع، السياحة، تجارة، ويعني بوابة للوسط الافريقي، وايضا يعني خاصة المجال ايضا الفلاحي وإمكانية الاستثمارات الفلاحية الواسعة، معناه أنه قد نتجه نحو النظام التحفيزي الاستثماري الموجه إلى المناطق، ولكن وجب أيضا أن تكون مسؤولية اتجاه أيضا رجال المال والأعمال لما تهتم السلطات بما يعرف بالتوزيع العادل للثروة، لأن ما يلزمش نشهد يعني خلق استثمارات فقط في المناطق الشمالية مما يخلق يعني لو كومبرومو يعني الازدحام، يخلق يخلق يعني الاشكال يعني لا توازن في التنميه. نعم، الضغط بالذات بالضغط في التنميه، معناه انه لما نتجه الى تحفيزات للاستثمار في الجنوب سواء بهذه المعارض اللي هي فرصه حقيقيه للشراكه، فرصه حقيقيه للتعرف على هذه حيوية هذه المناطق، ولكن وجب أيضا على القطاعات الإنتاجية سياحة، مناجم، أيضا في ظل إقرار نظام مقايضة هو مهم، وهو تحويل جهد حتى المنطقة الحرة إيجابي. نعم، المنطقة الحرة والاتفاقية الإفريقية اللي تربط الجزائر. نعم، مازال أعتقد مازال قانون المناطق الحرة مازال لم يطرح للنقاش، لكنه أيضا مهم جدا، يعطي تحفيزات أكثر للاستثمار، يعطي تحفيزات أكثر لرجال المال والأعمال أن تكون مناطق حرة، يعني ما فيهاش تلك ماهيش منطقة عادية، منطقة حرة معناها أنها منطقة كبيرة اقتصادية تخلق يعني ثروة أكثر مما هو معهود بهذا النظام التحفيزي بالإعفاءات أو التحفيزات الجبائية أو شبه الجبائية أو حتى بالتمويل، لأننا نشوف حتى هناك إعفاءات جبائية وضريبية في الجنوب في قانون الاستثمار الجديد أو في الأنظمة المالية كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى، وبالتالي لما نريد أيضا تسويق منتجاتنا وجعل معابر من خلال سواء كان معبر الدبداب لليبيا أو معبر تندوف من جهة الزويرات إلى موريتانيا وإلى الغرب الإفريقي، لما تكون معابر البرية أيضا يعني بمرافقة المناطق الحرة اللي ذكرناها تكون هناك حيوية أكثر لجاذبية أكثر للاستثمار، خاصة
أن المستثمر الأجنبي أيضا ما ينظرش إلى الجزائر فقط، راه ينظر إلى أنها بوابة لإفريقيا، ينظر إلى الجزائر. وماشي باش نكونوا صراحة أيضا احنا ثاني، يعني ما لازمش نكونوا هينين على أنفسنا، الناس راهي مش دايره فينا مزيه، ماشي راه جاي يستثمر داير فينا مزيه، لا هو يبحث على الفائده، إطار رابح رابح. نعم، فائده مشتركه، وبالتالي هو ينظر الى الجزائر، ماشي ينظر الى الجزائر فقط كسوق فيها 45 مليون فقط، هو ينظر الى سوق افريقيه وما عقدته الجزائر من شراكات، راه يستفيد من الشراكات هكذاك استاذ، يستفيد من الشراكات اللي تعقدها الجزائر في اطار منطقه التبادل الحره الافريقيه او المناطق الاخرى. معنى انه نعم زليكاف سيصبح منتوج جزائري، وخاصه لما ترعى الدوله تلك الشراكات الاستثماريه بين دولتين او بين المؤسسات الاقتصاديه، ستصبح منتوجات مزدوجة الجنسية، يعني يمكن أن يكون منتوج إيطالي أو صيني أو قطري أو يعني ألماني، وفي نفس الوقت منتوج جزائري. ازدواجية المنتوج تعطي تحفيز للولوج إلى أكبر سوق ممكنة. هناك تجارب ناجحة يعني أنا نشوفه فيها اليوم بخصوص هذه المناطق الحرة يعني. نعم نعم أكيد تعطي ثمارها، لأن فيها تحفيزات، لأن فيها جاذبية أقوى، لأن فيها تحفيزات أكثر، هذا ما يسهل على المستثمرين الولوج إلى هذا الشيء. إذن في الأخير معناه أنه كل ما نمنح مساحة واسعة لحرية الاستثمار إلى روح المبادرة في ظل الحمائية، يمكن أن نخلق فارق حقيقي في الثروة. شكرا دكتور. دكتور غويني، يعني تنمية المناطق الحدودية وإعطاء أهمية وأولوية لهذه المناطق من ناحية التحفيزات، من ناحية خاصة تحدث يعني الدكتور أن هناك في مشروع قانون المالية قانون الاستثمار الجديد هناك عدة تحفيزات للمناطق الجنوبية، الأهمية هذه يعني. شوف ضروري أن مدام أننا نريد أن نتوسع ونوسع الاقتصاد ويشمل هذا التوسع حتى يصل إلى إفريقيا بفضل الإمكانات والإمكانيات الموجودة في الجزائر، وبالتالي لابد من إعطاء أولوية خاصة لهذه المناطق على رأسها تمرست وما شابها. النقطة الأخرى كذلك اللي نأكد عليها في هذا الطرح وفي هذا في هذه المقام في هذا المقام، ما تنساش باللي نملك للأسف الشديد نملك سياحة صحراوية قد ندخل بها التنافسية العالمية، وبالتالي فرص الاستثمار في تمر راست وفي بعض الولايات الجانات إلى ذلك، فرص في حقة الأمر سوف تعطي للجزائر ميزة تنافسية لا يمكن للدول أن تنافسنا في مجال مسألة السياحة الصحراوية. هذه نقطة. نقطة ثانية، علاه دوك لما تشوف انت مثلا تكلموا على القطاع السياحي، لما تشوف القطاع السياحي حاليا لا يشارك ولا لا 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 يشارك في الناتج الإجمالي بنسبة كبيرة، ما عندوش مساهمة كبيرة في الدخل الوطني صح، لكن لما راح نطوروا القطاع هذا لما نطوروا القطاع هذا وين نطوروه في 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 الجوانب التي نملك فيها الميزة التنافسية عن طريق السياحة الصحراوية. النقطة الثانية، نحن نبحث على كذلك على إقامة قطب تجاري فعلا. هذا القطب التجاري كما دبي قطب تجاري عالمي فعلا. عندهم السياحة وعندهم كذلك وصلوا إلى إقامة قطب تجاري، لماذا لا تكون مثلا ولاية تمر راست عبارة عن قطب تجاري إفريقي، لما ننتج منه باش يمر إلى إفريقيا يمر عبر بوابة تمر راست. لكن هذه الأمور تتطلب توفير الإمكانيات، وهذا توفير الإمكانيات كذلك توفير بيسم منح امتيازات خاصة في إقامة مثلا المناطق التشجيع. هذا التشجيع في حقة الأمر يتم عن طريق قانون الاستثمار اللي يعطي، وش اللي يعطي؟ هو يعطي معناها منح السنوات الامتياز في إفريقيا في الجنوب أكثر بكثير من الجنوب. شكرا دكتور. سيقول لي باختصار اليوم رئيس الجمهورية أشرف على افتتاح هذا الصالون، اليوم دعواتكم المتعاملين الاقتصاديين من أجل زيارة هذا المعرض والتعرف عليه اليوم. أولا نظن أنه الشركات اللي عندها يعني قدرات والشركات اللي عندها إمكانيات كلها حاضرة. بقى اليوم كاينة فئة اللي أنا نوجه لهم الدعوة على وجه الخصوص، وهي فئة الشباب المؤسسات الناشئة
اليوم اللي حوسوا على افكار ويحوسوا على شراكه، هذه هي الشراكه الاستراتيجيه. اليوم يترقي لازم يتقربوا من هذا المعرض. اولا عندهم الخيار الدولي، يعني عندهم شركات مرجعيه وعندهم شركات وطنيه برهنت على قدراتها في السوق الداخليه، وكاين الكثير منها كذلك برهنت على قدراتها في الاسواق الدولية. شكرا سمير قلي مدير العام ضبط النشاطات التجارية، شكرا جزيلا لك. الدكتور العربي غويني أستاذ في علوم الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. الدكتور أحمد سوهلية أيضا أستاذ في علوم الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لكم مشاهدينا. إذن إصلاحات اقتصادية عميقة وكبيرة تشهدها الجزائر من أجل إقامة صناعة اقتصادية حقيقية أساسها الانتاج الوطني. شكرا جزيلا.